كم تغييرا يحتاج المهندسون لتحويل سيارة إلى زوج؟ 10؟ 100؟ ربما. كيف لو أرادوا تحويل سيارة إلى غواصة؟ عمليات معقدة وتغييرات كثيرة والعشرات من النماذج التالفة. حسنا، لو افترضنا أن البقرة تطورت عبر ملايين السنين لتصبح حوتا، كم تغييرا سيطرأ على بنيتها؟ العين والضغط، التنفس والغذاء، الأطراف والذيل وغيرها الكثير. وهذا يعني وجود بقايا أحفورية حقيقية وليست رسومات متخيلة لآلاف النماذج الوسيطة بين الأصل وبين النسخة المطورة في طبقات الأرض. ماذا إذن عن تطور 9 ملايين نوع من الكائنات الحية؟ أين هي بقايا حلقاتها الوسيطة؟ وما سبب ظهور كل نوع منها فجأة في سجل الأحافير؟ ولما المفقود منها أكثر بكثير من الموجود؟ وكم من الوقت سيستغرق هذا التطور؟ لو قدرنا أن ظهور الريش من الحراشف احتاج إلى 1000 طفرة صحيحة من 100,000 طفرة عشوائية، وأن ذلك استغرق 1,000,000 سنة ليحدث، فكم من الوقت ستحتاج بقية الأعضاء والوظائف؟ وهل سيكفي عمر الأرض أو حتى عمر الكون لمليارات الطفرات في ملايين الأنواع؟ وإذا كانت كل صفة من صفات الكائن الحي تمثلها شفرة وراثية في نظام شديد التعقيد والترابط، فكيف يمكن لتغييرات وطفرات عشوائية داخل هذه الشفرة أن تقدم للكائن الحي صفات جديدة مفيدة أو تنشئ عضوا جديدا فضلا عن تحويل بقرة إلى حوت؟ ثم إن جميع أشكال الأنظمة البشرية لا تقبل الإضافة العشوائية، فلو عبث طفل بلوحة المفاتيح داخل نظام الويندوز أو في صفحات رواية، فما النتيجة المتوقعة؟ خصائص جديدة أم حبكة مختلفة؟ بالتأكيد لا هذا ولا هذا، سينهار النظام وستفسد الرواية، إنها مجرد طفرات ومصادفات لا تعلم ما حصل ولا ما سيحصل وما علاقة السابق باللاحق. فهل يعقل أن تكون هي سر هذه الحياة بما فيها من إتقان وتنوع وجمال؟ والآن، أيما كان اعتقادك في تطور الكائنات، نظرية أو فرضية أو حتى خيالا علميا، دعه جانبا إلى حين وهلم للتفكر والبحث والسؤال.